استني انت بتعملي ايه؟ واخدني على حامك انا ليه؟ هو انا قدك؟ لا ده لسه في طقوس كتير لازم اعملها الاول. طبعا متنسيش ان انا بقالي فتره بعيد عن الملاعب، لازم اسخن الاول بدل ما يجيلي كرامب اثناء الماتش ويقعدوني على دكه الاحتياطي. ما بموت في ضحكتك السخنه. عماه حبيباه. لا 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 لا، مال وشك مخطوف كده ليه يا عمو؟ اصله لما بياخد حبايه الضغط بتبهدله. عشان كده تلاقوني دايخ ولازم اخش اريح شويه عن اذنكم. ازاي؟ ده احنا قلنا لازم نيجي نقعد عندك عشان نخلص موضوع جواز تفاح. قصدك نناقش موضوع الجواز؟ طب وانا مالي انا؟ يعني انت مالك؟ انت كبرنا وبعدين انت صاحب الجوازه دي. طب ممكن تيجوا بعد ساعه يكون مفعول الحبايه خلص والضغط نزل شويه. انا هخش افك ميه. لا احنا في ايه ولا في ايه؟ خد رايح فين انت؟ يا عم انا ما سمحتش لحد يدخل. انا مستغرب. استغفر يا عم. اوعى تنسى كلمه سر عصفور. عصفور مين؟ لا ده عصفور كنت مربيه طائر. جوازي كنت عملته القعده دي تحت. ما تتجوزي بقى وتخلصينا من انا مش عارفه كده بالراجل. لو ولا بس يا حبيبي زي الفل. ده اقل منك متجوزين وعندهم عيال حلوين. يا بنتي انت كل اللي يهمك تعرفيه عنه هي. انا عايزاكي تجيبي لي خرزه زرقاء كده حلوه. اسمعي كلام اختي تعلقيها. عندك انا اهو كوس ياسر 24 ساعه مسطول واشتري بالدنيا. بس هو ولا ازازة ايه يا بنت؟ ازازة نفترين بيريا. مكتوب عليها بيرة. بتعرف تقرا كويس؟ امال بتسقط ليه؟ ها؟ بتسقط ليه؟ ايه بنقع؟ احنا رشمنا فيك يا حاج. انت سيبه يلعب. يا عامل فيه ايه؟ ايه صوت الحمار ده؟ سيبه يلعب. ابنك قعد على حبك. ابنك عايزين تبعوني بالرخيص؟ ماشي انا هسمع كلامكم بس يبقى في فترة خطوبة الأول. خطوبة؟ خطوبة ايه يا جدع انت؟ الله تعوزني في شبت دي انزل عشان اشتري في البلنتاين دباديب لخطيبتي؟ يا معلم هو احنا هنوقف الجواز عشان خاطر الدباديب؟ بلاها الدباديب. ايوه هات لها ارانيب. ماشي. طب نسوين لما يسالوني راح فين يا زهري؟ اقول لهم رايح افسح خطيبتي؟ دول كانوا كلوني. دي فتره وهتروح لحالها يا معلم. البنت برضه بالصلاه على النبي. بالصلاه على النبي. بالصلاه على النبي. على النبي. من حقها انها تعيش مشاعرها. مشاعرها. زيها زي اي بنت. بنت. خلقها ربنا. ربنا. وسمعني سلام. كتر الشطه تجيب بواسير. كتر الشطه تجيب بواسير. كتر الشطه تجيب بواسير. بواسير ايه؟ شطه ايه؟ ايه يا معلم؟ ما هو من حق البنت انها تعبر عن مشاعرها برضه. مشاعرها؟ ليه؟ هتجوزها لتامر ايه؟ حسني؟ انا اما احب اعبر عن مشاعر يعني. عبر في اوضه النوم في مشاعر مش هتشطط اكتر من كده. انت ازاي تتكلم عن اختي بالطريقه دي؟ بس هسيبه مش خطيبته. بكره انت لما تتجوز هتعرف معنى المشاعر. يلا امشي بقى عشان اعرف اتكلم مع المعلم. ماشي يلا امشي. ماله بيعمل كده؟ بيقلل الكلام في دماغه. اصل بياخد وقت على ما يفهم. ما شاء الله طالع لك. اه طبعا مش عمو. اذا كان على منظرك يا معلم قدام الناس دي عليا هنعمل لك فرح كبير قوي في الحته عشان الناس كلها تفتكر ان انت اتجوزت على طول. بعد كتب الكتاب ده عبر عن مشاعرك براحتك. ايوه اظن ان الحق بقى ان انا اخد الحلاوه دلوقتي عشان انا كمان اعبر عن مشاعري. لا مش لما نرسى على بر الاول يا انكل. تخونت حبنا تفاحه. بعتني بالرخيص. ما كانش قدامي غير كده. العاصفه كانت اقوى مني كنت لازم اعطلها. كنت فاهم ان حبنا اقوى من كل العواصف وقدام عطيتي مره هتفضلي موطيه العمر كله. اللي زي زهني ده عايز جوازه في سريع البني لما زهقوا يفضها سيره ويخلع. طب فرضنا زهني ده صبر وما خلعش يصبر مين؟ ده انا هكرهه في عيشته. نهايته هتبقى على ايدي. يستحسن عشان ده لو ما حصلش نهايه كل الاثنين هتبقى على ايدي انا. للدرجه دي يا واد بتحبني؟ انت بتعمل ايه؟ انا هكون بعمل ايه يا باشا؟ بغير الانبوبه. فيها حاحا يرضيك كده لو الانبوبه فرقعت في وشنا؟ الله في ايه؟ انت مش لسه مغيراها من يومين؟ ما هي بتخلص بسرعه عشان يعني بغلي الحقن. فعلا
الغزة بيسحب حقن كتير. يا سلام. طب يلا شيل انبوبتك من هنا ووريني رشاقة خطوتك. يلا اخلع. اشتريت معاملة يا استاذ حاحة. ده انا برضه على باب الله زي بعض. نعم اخويا زي بعض. انت هتعمل راسك براسي يا معفن. غور يا غور، مش عايز اشوف وشك كده تاني. غور. الف مبروك عروسة. انا قابلت المعلم زوني تحت ووافع على الخطوبة. الف مبروك اختي، بقولها لك من كل قلبي. ما تقوليش كده، ده اقل واجب بين الاخوات. على شط بحر الهوى. لا لا لا، بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ايه يا ولية منك؟ لا ايه الغز اللي هيطق من عينيكوا ده؟ عايز تبقى مسخره الحته وتجيب التهزيق لنفسك. تهزيق ايه يا وليه اللي هزقه لنفسي ده؟ بتبص بره يا معلم، طب ما تبص جوه الاول. تخريف ايه يا وليه اللي انت بتقوليه ده؟ واحد بتاع انابيب جه وقال لي انك خطبت. لا يا حبيبتي، انا لسه هخطب، وبعدها البس دبل، وبعدها هفسح خطيبتي في جنينه الاسماك. لا وايه؟ هعزمها على كوكتيل من ابو 2 جنيه. طب هو احنا قصرنا معاك في حاجه يا معلم؟ بقول لكم ايه؟ اللي مش هتتعدل فيكم هطلقها واتجوز عليها. اتلموا اتعدلوا، جاكم البلا اللي هيجيكم عصرتوا سنامي ياخد اجلكم يمسحكم من على وش البسيطه. الف الف مبروك يا معلم. الله يبارك فيك. بكره الحته كلها هتتفرج عليه. ايه؟ عايز هتفرح بيه. الله يبارك فيك. اخبار مشاعر الموزه ايه؟ ما تقلقش يا معلم، هي البنت لما هتتعرف عليك هتقول لك ارحمني واتجوزني بسرعه عشان تعبر هي عن مشاعرها. يا ريت ال ماشي حسن. محفوظ، حقك محفوظ. ده النص. وبعد تسليم البضاعه النص الثاني. عندك ايه يا عم؟ ايدك فلوس. ايه يا باشا؟ ايه المخدرات في بيتك؟ ايه دي فلوس؟ ايه فتشوا المحل، ابو الراجل ده. ايه ده يا سعاده الباشا؟ يا سعاده الباشا، ده انا عمري ما شربت نفس مخدرات. ده انت لو نفسك تاكل ملوخيه وحطيت قدامي كيلو بانجو وكيلو ملوخيه، انا ممكن اطبخ لك البانجو على انه ملوخيه. خلصني، هتشهد ذهني ولا لا؟ يا سعاده الباشا، اصل سعادتك مش واخد بالك، ذهني ده مفتري قوي. انا خايف اشهد ضده، اول ما يخرج من السجن يقطعني يشرحني. خلاص، يبقى انت وهو هتشرفوا سوا في السجن، وهناك هيعلموك تفرق بين البانجو والملوخيه. ايوه صحيح يا باشا، ايه الفرق بين البانجو والملوخيه؟ مش ده عشب وده عشب ونفس اللون اخضر واخضر، بتعرفوها ازاي؟ خدوا عسكري. ليه ايه القلبه دي؟ خلاص يا باشا اشهد، اشهد ضده، بس قول لي اشهد بايه؟ ما قدرتش تستنى لما انا طفشه تقوم توديه في 60 داهيه؟ ده انا ودي نفسي في داهيه عشانك يا جميل. يا عم ده ايه؟ ايه؟ وعرفت منين انك هتروح في داهيه يا حلو؟ وبعدين انتوا ما عزمتونيش معاكوا على القعده الحلوه دي ليه؟ على الاقل كنت غنيت لكم سوق بينا يا اسطى على كورنيش ناكل دوره ونشرب ومنجر. بقى كل اللي بتعمليه ده عشان الحوان ده، وانا ماشي وراكي كل يوم وقطرك، يطلع هو ده اللي انت قرفان عشانه؟ انت فاهم خالص يا استاذ حاحه، انا عازمها على ستيك. يعني سمك مدخن. وكمان بتشربي سجاير يا فجره. ابقى اضرب لك سيجارتين مع السمك البونتي خليه يدخن، وسمعني سلام اني اغرك 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 اغرك. لا لا عزيزي. النبي يا حرام، النبي يا حرام. والله العظيم لو جبتي سيرته لكسر لك رقبتك. سيبنا اتجوزه يا حاحه، ربنا يسعدك. انت قافله على نفسك الباب بالمفتاح؟ فكرك مش هتولك؟ ده نعمل سوبر مان واجيب زماره رقبتك بتاع الانابيبه تفاحه. هتخلفي منه ايه؟ طفل انابيب؟ هنعيش في الشقه سنه ولا سنتين لغايه ربنا ما يكرمه. انا مش حارم اختي للشحاته بايديا. من النهارده تفاحه هتشوفي مني لون تاني. هوريكي التجاعيد اللي في وشي. يا عم روح. خد يا بنت، راح فين؟ راح الشغل. عندك مانع؟ ماشي، بس على الله تتاخري فيستو ثانيه عن مواقيت العمل الرسميه. هطب عليكي في ايها لحظه. وهشوف يا انا يا انتي يا عاشقه البوتاجاز. خلاص انسى الشهر، انا هجوز البنت عند اول عريس يجي لها. يلا امشي يما عشان خاطري اديله كمان اسبوع. اسبوع ايه وانا نازل اجازه من الجيش؟ ما انتوا عارفين ظروفي. ظروفك ايه؟ ظروفك ايه؟ ما انت برضه عارف ظروفنا. انا صبرت عليك كل ده عشان خاطر المرحوم امك. صحيح ما كنتش بقبلها، بس اهو
انا كنت براعي ضميري عشان ما اكسرش قلب بنتي اللي تنيل وحبك. انا لسه بحبها يا خالتي. يا اخي حبك برضه. يلا امشي يا واد من هنا امشي. بيقولوا ان قلبه بيوجعه ولازم له عمليه فورا. طب روح انت نادي الدكتور بسرعه. يما يخرب بيتك انت اللي جابك هنا. اسمعي انا مش عارف اعترف فيكي، كنت هتجنن. انا قلبي وجعني بجد. انت عارف لو حاحه شافك هيبقى فيها دم، واحنا يا اخويا صعايده الواحده مننا ملهاش الا شرفها وصغتها. انا اثبت لك ان فوز عمره ما يتحطم، وان جواه اراده اقوى من اراده ناديه. يا ليل يا ليل يا ليل ليل ليل. صوتك حلو بس منظرك عار. فرصة نظيفة يا سعادة الباشا. أنا إذا كان عليا أجوزها لك وقتي في التو واللحظة، بس أنت عارف يعني أبقى راجل مش تمام لو ما عملت زي ما بيعملوا في المناسبات اللي زي دي، إن إحنا ناخد رأي البت وكده. طبعا طبعا، أنا بس نفسي تقنعها بموضوع إن مش هقدر أعمل فرح عشان أنت عارف ظروفي الخاصة، إنما أنا أجيب لها شقة غير إنها تحت أمركم في أي طلبات مادية. عيب يا دكتور ما تقولش كده، إحنا بنشتري راجل واخر حاجه تهمنا الفلوس. احنا كل اللي يهمنا سعاده بنتنا، وبما ان سعاده بنتنا مرتبطه بالفلوس نتكلم شويه في الفلوس. مش هتجوزها لو حتى قتلتني يا حاحه. ولو صح يا بنت ده دكتور، وانت تقولي تتجوزي دكتور؟ ما بحبوش. حب تاني هتقول لي حب؟ قصدي ما بسترحلوش يعني. هو سابوه ولا توكا؟ يا بنت تعالي واحسبيها صح. ولو هحسبها صح مش هتجوز واحد مطلق ثلاث مرات وسمعته في الحديد، ها؟ وزمايلي كلهم بيقولوا عليه كلام وحش. وهو لو راجل وحش كان جيت قدامك؟ يا بنت بقول لك ده دكتور دكتور. هو انا عيال عشان اتجوز دكتور؟ كل ده ليه؟ عشان بتاع الانابيب؟ البوتاجازه بعينه واحده اللي انت بتحبيه؟ انت فكرك يعني بعد ما نضف واستحمى وبقى ناطر هيبص لك ده هيتجوز اقرب فتاه فيديو كريب هتقابله، ومش بعيد يتجوز الحصان اللي بيطلع في الفيديو كريبات. حرام عليكي حرام عليكي، ضيعتينا معاكي. انا صبرت عليكي بما فيه الكفايه، من النهارده انا مش هبص لك، هبص لنفسي وهبص لدنيتي. خش يا عروسه برجلك اليمين. ايه حاطه؟ بقول لك العروسه كمان اخلع. اتفضلي يا عروسه بوركك اليمين. لا
خشي بالشمال اصل انا شغل والركب عني. حلاوتك يا ابيض. الليله ليلتي، الليله ليلتي يعني فرحي، يعني دخلتي النهارده. واسمع سلام، ما تزوقيني يا ماما، عوام يا ماما، ما تزوقيني يا ماما، عوام يا ماما، ايوه ما تزوقيني يا ماما، عوام يا ماما، عايزي حياخدني بالسلامه يا ماما. شما شما يا ماما، الناس بترقص علشاني، حاسه حاسه يا ماما، كبرت قوي وداني. ايوه يلا كمان، ايوه اهو 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 اهو. وفيها هو انت ما تعرفيش يا اختي؟ لا ما اعرفش يا اختي، احنا بقينا هازبنت اند واي. خلاص ربنا سأل حاحا عشان يسترني. الكلام ده صحيح يا حاحا؟ اتجوزت رقاصة؟ اسمها فنانة استعراضية. ربنا يخليك ليا يا حاحا. لعلمك انا ست في امتحانات فرقة رضا. بصي بقى حلاوة شمسينا. خلينا حلاوة شمسينا. خلينا تشيك 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 تشيك. من يومك وعندك نيول تبهرني. قصدك ايه يا بنت؟ بتدي اتلمي احسن لك، لان اشرف منك يا ممرضه يا بتاعه حقن العاده للرجاله. كده؟ طب تعالي بقى لما طعمك بمناسبه الزفاف السعيده. سمعوني سلام، خلي السلاح صاحي، خلي السلاح صاحي صاحي صاحي. حبيبي يا ابو احمد اتاخرتي. مساء الخير يا عمي. خير؟ هيجي منين الخير يا اختي طول ما انا عارفكم؟ في يا عمي مالك؟ ايه المقابله الكولد دي؟ انا كنت جايه لك عايزه اكلمك في موضوع خطير. مش انت كبير العيله برضه؟ كبير ايه؟ اسكتي. مش انا صغرت يا اختي وبقيت عيل؟ بقول لك يا بنت من الاخر كده، انا راجل سافر ومنحط ودور، وروحي يا اختي دوروا لكم على كبير عيله بحق وحقيقي. يلا الله يلا. ما توسع مراحك شويه يا عمي. بقول لك الواد حاحه جايب نسوان تحت في الشقه. يا بخته، عقبال يا اختي ان شاء الله. بقول لك نسوان، ويا ريت اي نسوان. دي البت ميسر رقاصه وبيقول انه متجوزها، بس انا مش داخل دماغي الكلام ده. انا حاسه انه بيقرطصني. عقبال ما ربنا يكرمني واقرطصك انا راقب. إيه؟ يلا يا بنتي مع السلامه. يا عمي يلا مع السلامه بقى. يا عمي بس وقولي الحاحة عمك بيبارك لك وبيقول لك انك طلعت ارجل منه. يلا يا اختي ومحدش يجي منكم هنا تاني، انا مسافر فيتنام ومش عارف ظروفي. يا عمي يا ماشي يا عمي ماشي. بقول لك ايه؟ اخرسي خالص وعدي ليلتك دي على خير. انا كل اللي انا عايزه منك ان انت تغيظي تفاحه، دي تمثيليه تمثيليه عشان نغيظها بيها، ماشي؟ ومش هنسالك وقفتك جنبي يا ميسر. ما تقف جنبي دلوقتي يا حا، دي جمله الجمايل. يا اختي تنيل انت بتوريني ايه؟ ما كل ده انا دايسه قبل كده. ممكن اوريك اللي عمرك ما شفته. بس بقى بس بقى ما تخلينيش ادنس بيت الاسره الصغيره، مش كفايه انك دخلتيه؟ لا يا اخويا، احنا اتفقنا اتجوزك كده وكده، بس ما اتفقناش تعذبني. ده في نمل بيمشي في عروقي، بصي النمل بيمشي ازاي؟ ده ايه المره المنمله دي؟ بقول لك ايه يا ميسه، انا ما صدقت ان ربنا تاب عليا من افعالي وابتدى يكرمني. حرام يا بنت الناس، انا عايزه اتلم بقى. طب ما تلميني الاول علشان تبقى لمه. طبعا يا خالتي ساميه، مهما حصل ما بيننا اختي ما يهونش عليا حاحا اللي عمله ده، ضميري ما يسمحش. هو حاحا اخويا صحيح، بس احنا ولايه زي بعض. طب مستنياك يا خالتي. بالسلامه يا حبيبتي، تكر وانت جايه. ايوه يا باشا، عايزه ابلغ عن قضيه تعارض. بس بقى طب ما توريني مكان التطعيم. بس انت نايمه مع واحد عنده كوليرا. مش عايزه اشوف حاجه تانية. اغزي الشيطان بقى. الشيطان ذات نفسه اتحرق من النار اللي قايده في جسمي. الهي تولعي انت وهو في يوم واحد. طب ما تولعني ده بوس، نقطه بوس. نقطها يا حبيبي، نقطها يا عينيا بوسه وطفيها طفيها عشان اولع فيه. طول الشهر اقول عليه دلوقتي ما صدقتيش. يا حلوه يا بنت يا بنت اسمع بصي. بس يا سامية،
طلقتي بقى ازاي يا غجرة؟ فرحانة بنفسك يا بنت؟ خلاني اعرف الجدعة. تعالى هنا يا بنت. استني معلش دعوة بيا. هقول لك بس حاجة. استني اوعى يا بنت. هقول لك حاجة يا بنت. استني بس. ايه ايه عايز تضحك عليا بحكاية المواتير دي تاني؟ مواتير ايه يا بنت؟ مفيش يامه، ده كان فيلم والبيه جه في اخره. يا سامية صدقيني، انت تصدقي ان انا اتجوز واحدة زي دي؟ مالي دي يا روح امك وحياة امي لنورياك. انا هوفي عليك بلطجية مصر كلها، لو شافوك في فرح هيكسروا رجلك. انا هعرفك من دي يا ناس. اشهدوا الراجل الذكر ما عملش حاجة لدى الدخلة، ما دبحش القطة عشان هو اللي طلع قطة. طلع قطة. انا طلعت قطة. شفتي بقى؟ هي سيحتلي في المنطقة كلها وقالت عليا قطة. الزوجة الأصيلة ما تسيحش لجوزها وتقف جنبه يا قطة. استنى سامية وحياة أبوك ورحمة أمك محاسيبك. وسمعني سلام، لو ما كنتش أنت تدلعني مين هيدلعني؟ سامية 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 استنى سامي هقول كده. بتبلغي عن البوليس يا اختي يا بنت امي وابويا؟ انا بلغ عنك البوليس يا حاها. اعوذ بالله يا اخي. اعوذ بالله. اخوكي جاك خوت في دماغك. بس عموما الحمد لله انا في السليم. يا ترى البوليس ده طالع عند مين؟ يا سعاده البيه ارجوك تفهمني، دي كانت جلسة علاج طبيعي. الست انشراح دي ست شريفة جدا. مين انشراح؟ الست اللي كانت هتعمل لي الجلسة. طب وشرفك يا سعادة البيه؟ أنا ما لمستها. أنا ما انكرش إن كنت ناوي إنه ما حصلش. فهل القانون يحاسب على النيابة؟ الكلام ده يا أستاذ تقوله في النيابة. أنت متقدم بلاغ ضدك إنك بتستغل شقتك للأفعال الحرام. ياه، هو فين الحرام ده يا سعادة البيه؟ ده أنا عشت أحلم بالكلمة دي كتير. صدق يا سعادة البيه، أنا عمري ما شفت الحرام، حتى الفيلم نفسه عمري ما كملته. بلاش، اسألوا شراحة ويدلكوا. شراح؟ يا فين شراح؟ اعمل معروف يا سعادة البيه، اوعوا تبهدلوها ولا تعروها. كويس أوي انك سترتها بالسجادة، اصلا ما بتحبش تكشف على حد الا هي السرعه مع الدنيا واخر. طب يلا اخويا. ايه ده انتوا هتاخدوا السجاده دي معاكم؟ اكيد اكيد. ايه قلعوها ان شاء الله تولع، دي سجاده غاليه. معقول يا فندم؟ معقول سجاده من ايران الف فيها واحده من بولاء؟ اه هاتوه. حبيبي كتير عايز اكلمه، عايز اقوله كلام يهديه ويفهمه. فهمه علمه مغرور وعايش في الدنيا مرنا. كلمني لمني او رني رنة مرنا يا خليل قلب انا لك على طول، وبأمر الحب انا بيك مشغول. سواح 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 وماشي بقول خسارة زي الهواء ورائك يا جارة. مرضيش يسمعني مغرور، مرضيش يفهمني مغرور، مرضيش يسمعني هسيبه للأيام وهي تعلمه.
علمه تفهمه بلاش غرورك كده يا احلى بوتة كلمني لمني لمني يا كوتة كوتة بلاش غرورك انت يا احلى بوتة 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 صافيني مرة وحبك نار بحلم بيك وبقول جبار وبقول جبار 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 حبيبي وشوق ناديني وشوق مشاني زماني حبيبي وشوق ناديني وشوق مشاني زماني مرضيش يسمعني هسيبه للأيام وهي تعلمي جسمك هو لا وانت كمان عاملة ايه سامية 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 اغزي الشيطان يا سامية وعهد الله انا بحبك وحياة النعمة انا ما سلكت مواسير ولا جيت جنب مواسير وبالمناسبة السعيدة دي هاهديلك الاغنية دي كل مرة اشوفك فيها ببقى نفسي اجي لك اقول لك ان كلك على بعضك عندي بالحياة لا لا يا بنت المجنونة عمر يا خين عايز ايه؟ عايز كشف مستعجل قلبي بيوجعني وانا مالي ان شاء الله تموت يا رب ايه ده؟ انت لسه معرفتنيش هاي للأسف عرفتك يا خسارة يا فوزي مش قادرة ابص في وشك مش لاقية فيك فوزي اللي حبيته حاسة ان انا ببص البلياتشو بلياتشو؟ يا اخويا بلياتشو انا لو كنت عايزه اتجوز واحد حلو كنت اتجوزت واحد احلى منك ولو كنت عايزه اتجوز واحد غني كنت اتجوزت واحد اغنى منك بقول لك ايه لما تشوف فوزي قول ان هو وحشني انا قدامك اهو قدام مين يا اخويا ده انت واحد قلب على فوزي على فوزيه لما ترجع فوزي انت عارف طريقي فين باي باي يا قطه قتيل من يومنا والله ودماغنا ميسه كنت بشرب احلى حته في حجاره مغمسه يا حجر طول شويه على القعده الحلوه دي يا حجر طول شويه على القعده الحلوه دي ده الظابط علينا كان يا حلاوتك يا حاحا ايه عسلت يا حاحا بتقلب البيت غرزه امشي من وشي بدل مظروفك سبع غرز في وشك ماشي يا حاحا يا باشا انا حياتي بقت متفرتكه ومضروبه طلقتين سته رخطه اختي بتحب بتاع الانابيب وبتاع الانابيب بقى مطرب متصيد وكلها اسبوع وهيطلع فورتانا سينما اوعى تغمض عينيك لا تصرف على قفاك وخالتي خالتي مش عايزه تجوزني بالتاني جايبه لها عريس عماني
بنتها اللي هي خطيبتي وبنت خالتي وحبيبتي. خالتي بتقول عليا ديلي نيجس. والسفلة الحقيرة اللي اسمها مايسة اللي فاكراني شاب بيجي بيجي من العيال اللي بتروح وتيجي. مسيطاني في المنطقة وبتقول عليا ان انا بقيت قطة. لدرجة ان انا كلما ادخل المنطقة الاقي العيال بتناونة وفي وشي. راح فين يا حاحا؟